يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند. حلقة النهاردة غاية في الأهمية، فيها تفاصيل لأول مرة هتشوفوها من خلال شاشة قناة الأهلي ومن خلال برنامج الترند بخصوص القصة الأخيرة بتاعت فضل وكهربا، وهنتكلم بتفاصيل كتير جدا في الجزئية دي، وده أهم حاجة عندنا النهاردة في الحلقة. في الحقيقة هنتكلم فيها بخلاف الأخبار طبعا اللي بتهم نادينا النادي الأهلي، وأخبار محلية وعالمية أخرى هنتكلم فيها على مدار فقرات حلقة الترند النهاردة. كمان الأهم بالنسبة لنا تواصلنا معاك وتواصلكم معانا من خلال سؤال حلقة النهاردة، وسؤال ممتد معانا لحد نهاية هذا الأسبوع: وفي رأيك إيه هو التشكيل الأمثل للنادي الأهلي هذا الموسم بعد انتهاء بطولة الدوري؟ هناخد تفاعل حضراتكم من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، في الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم من الترند. لكن دايما البداية بتكون بأهم العناوين. نشوف في ترند الأهلي: الأهلي يشكو فضل لاتحاد الكرة ولجنة الانضباط دفاعا عن حقوق كهربا. ستة لاعبين من الأهلي في معسكر المنتخب استعدادا لتوجو. أما في الترند العالمي: إشادة عالمية بمستوى النني أمام مانشستر يونايتد، ما شاء الله عليه. ما تروحوش في حتة، لأن الكلام مهم قوي قوي وبتفاصيل وبفيديوهات موثقة كمان هنعرضها لحضراتكم بعد هذا الفصل، استنوني.